زيت العنب من الاساسي للخلطه دي، ما تغيريهوش. زيت العنب ده برضو من عند العطار ولا من عند العطار؟ يس. هو ايه بقى فايده زيت العنب؟ زيت العنب هيساعد الفروه بتاعت الشعر ان هو يتشرب المواد الفعاله دي. اول ما هتدمجيهم مع بعضياتهم هتاخدي معاهم ملعقه نونو صغيره، او بلاش ملعقه، خلينا طبيعيين، على ضفرك. ايه ده؟ فازلين طبي. ليه هي خلطة الشعر الهايش نجحت؟ لأنها تقدري تستعمليها لابنك كدهان، لجوزك تداري الشعر الأبيض وتلمعه. يعني كده احنا فروة الراس والشعراية نفسها ده ماسك للاثنين وصبغة. طب ثانية واحدة، ممكن أسألك سؤال؟ أنا دلوقتي البتاع ده، الكريم اللي أنت عملتيه ده، أنا دلوقتي عايزة أضيع الشعر الأبيض. هو ده اللي أنا أحطه كل يوم؟ قولي لي بقى، أحطه كل يوم أوكي لمدة 3 ساعات؟ بصوا يا جماعة، لوك، بصي اللون بني، بني محروق. أيوه. بس لو أنا ما حطيتوش على شعري كل يوم هيعمل نتيجة؟ قبل ما تنامي ادهنينا. لا لا لا، يعني لو حد مش هينفع يعمل شعره كده كل يوم، ممكن تعملي هير ماسك، ممكن تحطيه على شعرك وتسيبيه مثلا ساعتين. بس مش كل يوم. ممكن تسيبيه كل يوم، هو مش مؤذي. ايوه، لو حد ما يملكش كل يوم هيجيب نتيجه برضو لو استخدمه مثلا؟ لانه انت بتدي المواد دي كلها بتديها للجذور. يعني طب يعني انت كده حمصتي القرنفل وطحنتيه وطحنتي ورق اللورا وطحنتي انا شعري اصفر، بس انا هعمل ناو اون كاميرا. هو انا عايز اعرف ان انا لازم استعمله كل يوم عشان اغير اللون؟ Like this. Hi, Abby. Oh, it's a hairstyle. It's very you nice. You can style your hair. يعني ممكن تقدري تعملي styling your hair. كأنه مبلول، يعني كأنه الشعر المبلول. وانتي في البحر مثلا تقدري تاخدي البرطمان ده معاكي، حبة نونو صغيرة. هرجع بقى من البحر شعري الأبيض بتاع شعري واخد لون. Exactly. واخد شكل كمان. واخد شكل. Yes. Okay. Very good.